مرة تانية سلام الله عليكم جميعا. المصريين بيقولوا ايه؟ بيقولوا الكف السابق سابق، يعني اللي يمسك زمام المبادرة غالبا بيكسب السبق. انما ده ما كانش رأي كابتن طارق يحيى الاعلامي في قناة نادي الزمالك لما قال امبارح الاهلي ما كانش يحلم بالفوز على الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي ما كانش يحلم حسب كلامه اصلا انه يوصل لضربات الجزاء، وقال الزمالك كان الاحق بالتتويج. كلام كابتن طارق مدهش. ليه يا كابتن شايف ان فرقه جابت جون في اول 6 دقايق مش مفروض تحلم انها توصل لضربات الجزاء حتى؟ كلام طارق يحيى وقف عند جون شيكابالا الجميل الحقيقه، ونسي باقي التسعين دقيقه. الزميل والصديق عمرو اديب واقعي، فقال محدش يقول لي لعبنا احسن واوحش، كل حاجه بتتنسي وبتفضل النتيجه. بصراحه كان لازم يحسبوا جون شيكابالا بثلاثه وكنا خلصنا، ده كلامه. وقال مبروك للاهلي وبالتحديد المدرب هو البطل، وتستمر الاحزان لسنوات وسنوات. وقال قفش الزمالك كله، كنا قريبين قوي بس اللي يجيب اجوان اكتر هو اللي يكسب، ومبروك للاهلي. كلام عمرو اديب كزملكاوي واقعي اكتر، ومش بيحاول يهرب من الحقيقه. والسؤال اللي محدش بيجاوب عليه هو ليه الزمالك وسط النجوم دول زي ما كان عنده برضه فريق احلام قبل كده بيطلع خسران؟ النتيجه الوحيده هي فوز الاهلي 2-1. ليه؟ عشان عندهم منظومه متماسكه، مش بس لمده 90 دقيقه ولكن لمدد طويله وسنين ورا بعض، بتخلي اللي بيلعب في الاهلي مصر انه يفوز في الدقيقة الأخيرة. فكرة الإنسان أو اللعيب أو أي من كان في أي وظيفة اللي مصمم انه يمسك في ربع الفرصة ومصمم يكسب ومصمم ما يبقاش نمرة 2، ده اللي ممكن يعمل اللي بنسميه الفوز في الدقيقة 84، الدقيقة 90، أو حتى الدقيقة 95. خلوني أرحب بالناقد الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي، العضو مجلس الشورى، هيكون معانا دلوقتي بعد شوية. بس عايز أقول لكم ليه الأهلي فاز وليه خسر الزمالك. الأهلي فاز على الزمالك وحقق اللقب للمرة 9 بعد غياب 7 سنين. مدربه موسيماني الجنوب افريقي بيفوز للمره الثانيه بالبطوله وبالتخصص على الزمالك بعد ما فاز عليه في 2016. وبكده رصيد الزمالك في البطوله اتجمل عد 5 ألقاب اخرها سنه 2002. مكاسب الاهلي ما وقفتش على اللقب بس، كمان هياخد 3.5 مليون دولار ويشارك في السوبر الافريقي في القاهره يوم 10/12، وهيرجع يلعب في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ